بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة الكرام من كل مكان، متابعين عبر القنوات الرياضية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نعود وإياكم من جديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجولة الأولى واليوم الثاني من الجولة الأولى. الاتحاد الذي يستضيف على ملعب فريق الاتفاق، جمهور الاتحاد الذي يقف خلف الشاشات يريد أن يشاهد اتحاد مختلف، بل اتحاد يعود كما كان نمرا يقهر ولا يقهر. السيناريوهات السابقة في الأعوام الثلاثة الماضية أرهقت الجمهور الكبير، الجمهور الاتحادي اللي اليوم يتفائل في فريقه ومصدر اطمئنان استقرار الفريق في كرة القدم الجماعية الحديثة. تغيير جلد الفريق بالكامل لا يؤدي إلى نتائج إيجابية سريعة، لهذا من الطبيعي بأن العودة تتأخر والاستقرار يبدأ مع الموسم الحالي في السنة الثالثة بالنسبة للفريق الاتحادي. وعلى الجانب الآخر الاتفاق يسعى لتكرار صورة الأخيرة اللي برز فيها بعد استئناف الدوري في العام الماضي، وألا يكرر البداية المتواضعة في انطلاقته. كلنا بانتظار السيد تركي الخضير لحظات الانطلاقة والبداية من جانب الفريق الاتفاقي اللي يبدأ في كرة الآن لصالحه، بين ملعوبة إلى البيشي، البيشي وسط انطلاقة من رومارينيو، ورومارينيو الكرة مقطوعة من أمامه في اللحظة الأخيرة. الرباعي أنقذ موقف الاتفاق في وسط الملعب، تتمرر الكرة إلى الجهة اليمين عبر هزاع الهزاع إلى كرة عرضية اللعب في منطقة الجزاء، ممتازة للاتفاق، خطيرة داخل المنطقة، هزاع يسيطر على كرة، يلعب كرة عرضية لكنها والاتحاد أحد الفرق الكبيرة جماهيريا، عند كرة لصالح فهد المولد، المولد حاول يعدي لكن الكرة تنقطع. يأتي كأس العالم للشباب، كرة اللعب في صالح الاتفاق على الجهة اليمنى، المحاولة الاتفاقية ملعوبة عرضية لهزاع، استحواذ على كرة لكن الكرة بعد كنترول من هزاع الهزاع وتسديدة لكنها واصلة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. شوف العرضية ممتازة كانت لهزاع الهزاع، ثم كنترول رائع جدا من هزاع. أرباعي يلعب كرة ممتازة في الجهة اليمنى، انطلاقة القميزي يلعب عرضية إلى هوساوي، مرت باتجاه هزاع الهزاع، والهزاع مرة أخرى لا يستثمر ولا يستغل فرصة في منطقة الجزاء. هوساوي يلعب كرة بالجهة اليمنى، ترجع للكرة مرة ثانية، هوساوي يلعب كرة وتسديدة من بعيد، وقروهي يتصدى للكرة، ترجع الكرة مرة أخرى، خطرة في منطقة الجزاء، الكرة مبعدة من دفاع الاتفاق على مرمى الاتحاد. شوف كرة ديسوزا من جديد وتألق قروهي في المقابل، وثم بعدها الكرة أبعدت من دفاع الفريق الاتحادي. شوف إعادة بالبطيء، كانت مطالبات بركلة جزاء من جانبية لاعبين الاتفاق، لكن حكم المباراة طالب باستمرارية اللعب، لا تحت عن زميل البيشي، يعيد الكرة لزياد الصحفي، ثم التمريرة واصلة للاتحاد والتسديدة، فهد المولد من كرة ممتازة كانت أمام رئيس بولحي في وسط الملعب إلى كارول ميتس، عدى فيها بشكل ممتاز كارول ميتس لمان دوكارا، دوكارا حاول في كرة، دوكارا يلعب كرة بالجهة اليمين، المحاولة الاتفاقية عرضية لمنطقة الجزاء بالرأس، مبعدة إلى خارج أرضية الملعب، واصلة كركلة مرمى، يلعب الكرة للأمام، التغطية أيضا والتدخل من جانب لاعبين الاتفاق، واصل الكرة في الجهة اليسار من دي سوزا، دي سوزا عدى، دي سوزا الكرة مع ملعوبة عرضية لكنها مرت من أمام هزاع الهزاع، فرصة خطيرة جدا للاتفاق، كان ممكن هزاع الهزاع يضع الهدف الأول على أعلى يسار الصورة في أمامكم عند الساعة، عند كرة ثابتة دي سوزا، الكرة بالرأس ملعوبة إلى منطقة الجزاء لتسديدة وكرة باكورد لكنها إلى خارج أرضية الملعب. بالفعل أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة الكرام، جاءت صافرة حكم المباراة معلنا معها عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف من الجانبين. سعود عبد الحميد، عبد الحميد يلعب كرة من الجهة اليمنى إلى محاولة ساقطة عرضية في منطقة الجزاء، ورومارينيو الاتفاق يهاجم بكرة اللعب في اليسار، الاتفاق مع كرة بالجهة اليسرى، محاولة للتسديد، سليمان دوكارا عدى في الأولى وسدد في الثانية وتألق قروهي، ومرت الكرة من أمام الملعب إلى الأوت، رمية جانبية وتألق ليس مستغرب وليس بالجديد بالنسبة لقروهي، سليمان دوكارا يا سلام على اللقطة من سليمان دوكارا، عدى في اتفاق يستعيد كرة سريعا بتمريرة ملعوبة في الأمام،
الاتفاق مع محاولة. شوط المباراة الثاني موعود، شوط المباراة الثاني أفضل من شوط المباراة الأول على الأقل في بداياته. الكرة ملعوبة لسليمان دوكارا، دوكارا عرضية لمنطقة الجزاء الرأسية مرة. شمراني حمدان، سليمان دوكارا، دوكارا ياخذ كرة ممتازة، انطلاقة ممتازة لسليمان، سليمان بحثا عن المساحات الفارغة ثم التسديدة. الفريق الاتحادي يا سلام، مرور ثاني أيضا من إنريكي، إنريكي على الجهة اليمنى وصل إلى منطقة الجزاء بعد انطلاقة رائعة، راحت الكرة لفهد المولد العبود في تمريرة ملعوبة إلى إنريكي، ثم المحاولة لصالح الاتحاد ممتازة في منطقة الجزاء. سعود عبد الحميد يحصل على ركلة جزاء، الاتحاد يحصل على ركلة جزاء بعد ركلة جزاء. نعم حكم المباراة يقول أنه يستحق، متأكد من احتسابه ولركلة جزاء ومن قراره بركلة جزاء في صالح الفريق الاتحادي. إذا كارول ميتس ارتكب المخالفة بصورة واضحة، لاعبين عند خط منطقة الجزاء. فهد المولد يأخذ الإذن لتنفيذ ركلة الجزاء، فهد المولد ينطلق فهد ويسجل الهدف الأول. مدرب حراس المرمى الفئة السنية في كرة القدم السعودية، هذه تسديدة من أجل إبراز الرياضيين في عموم الرياضات بصورة رائعة جدا. وكرة طويلة في الأمام، عادت الكرة بالرأس لصالح الفريق الاتفاقي، خطيرة جدا إلى منطقة الجزاء لمرور. أوه، وأفضل طريقة لأن يرد الاتفاق على هدف الاتحاد أن يكون من نفس المكان من نقطة الجزاء. جروهي يرتكب خطأ ومخالفة، ركلة جزاء بطاقة صفراء لجروهي مع هذه اللقطة. الاتفاق بعد كرة مرتدة نجح معها في الحصول على ركلة جزاء. شوف اللقطة من جديد، شوف اللقطة الملعوبة في الأمام والمحاولة اللي تدخل فيها جروهي، وحكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الفريق الاتفاقي، تحديدا وليد أزارو البديل في شوط المباراة الثاني يحصل على ركلة جزاء في صالح فريق الاتفاق. والاتفاق عنده فرصة للعودة في شوط المباراة الثاني من نفس المكان الذي تقدم. حكم المباراة السيد تركي الخضير في حديثه مع لاعب الفريقين ضبط الأمور بين اللاعبين، وركلة جزاء منفذة الآن والكرة في المرمى وهدف تعادل. جول وعودة لفارس الدانا خالد العطوي، نجح في عادة فريقه بتبديلاته من خلالها وليد أزارو، تمكن من أن يأتي بركلة جزاء لصالح فريقه وثم يتمكن من التعادل. الاتفاق من نقطة الجزاء من نفس المكان اللي تقدم فيه الاتحاد وداوها بالتي كانت هي الداو. الاتفاق تأخر من نقطة الجزاء وعاد للمباراة أيضا من نقطة الجزاء ليعادل نتيجة المباراة الآن، وتصبح المباراة بهدف لمثل. المباراة تعود لبدايتها حيثما كانت في البداية بالتعادل. الدقة وصلت الكرة في صالح الاتفاق في الأمام، أزارو ومحاولة الاستفادة من كرة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، واصلة إلى ركلة مرمى أزارو. حسابات المباراة بعد أن تسبب في ركلة جزاء في صالح فريقه، حاول في هذه الكرة الاتفاقي يملك كرة إلى سليمان دوكارا، دوكارا عند محاولتين كانت ممتازة، هذه المرة كرة عرضية من دوكارا. وعرضية مرت وليد أزارو، لا ينجح في تسجيل أزارو رغم هذه الفرصة كانت أوضح من فرصة سابقة أزارو. كرة ضاعت إلى خارج أرضية الملعب، شوف الإعادة مرة أخرى، سليمان دوكارا وضع كرة على طبق من ذهب، سلم هدية لوليد أزارو. وليد أزارو لم يستغل كرة سليمان دوكارا. اتفاقي الكرة ملعوبة للجهات اليمنى، محاولة مرور من سليمان دوكارا، يلعب الكرة في الجهات اليمنى ثم العرضية مقطوعة من الدفاع الاتحادي واصلة إلى حمدان الشمراني. حمدان قرار خاطئ كان من حمدان الشمراني في اللعبة الماضية في أن الشمراني بحث عن الكرة أو قدم اللاعب، يظل هذا قرار تركي الخضير ويظل هذا رأي تركي الخضير هو الرأي المنظور في هذه اللقطة مع الدقائق الخمسة الأخيرة. يتأكد قبل أن يتخذ قراره النهائي والحاسم تركي الخضير بعد متابعة تقنية الفيديو. إذن أشار إلى وجود ركلة جزاء، نعم ركلة الجزاء الثالثة في المباراة والثانية للاتفاق، والرئيس الاتفاقي الذي يتابع المباراة أيضا عبر هاتف
الاتفاق عند ركلة جزاء، حكم المباراة يأذن في تنفيذ ركلة الجزاء. الاتفاق وفرصة هدف ثاني، نعم، الكرة إلى شباك وفيليب كيج يسجل الثاني، هدف آخر للكوماندوز. الكوماندوز يقلبون طاولة مع دخول وليد أزارو، وفيليب كيج يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء. شوف فيليب كيج حط الكرة في قلب المرمى وسجل الهدف الثاني. قروهي لم ينجح أمامه في المرة الأولى ولم ينجح في الثانية، الاتفاق هو من ينجح في الحالتين وفي الركلتين الجزائية، يتقدم بهدفين لهدف. وفرحة كبيرة لرئيس الاتفاق ولمدربه خالد العطوي الذي يفرح بطريقة المعروفة والمعتادة. والكرة ملعوبة الآن في الأمام، قلب فيها الطاولة الكرة للاتفاق، الآن محاولة من أجل هدف ثالث. الكرة لمنطقة الجزاء عرضية ملعوبة، الذي كان موعودا لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة إلى أن يكون موسما مثاليا في بدايته، يتعرض لخسارة أولى على ملعبه من أمام الاتفاق، خسارة أولى، وكما قلنا بأنه المباريات الأولى.